بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لقاء جديد في حول نظرية الأرض المسطحة وحقيقة دوران الأرض. طيب، نحن ينبغي أن نفسر آيات القرآن بناء على الحقائق العلمية. يعني أنا لدي آية عظيمة لا أستطيع أن أفسرها في ظل نظرية الأرض المسطحة. إذا اعتبرت أن الأرض مسطحة وليس لدي قوانين تحكم هذه الأرض وتحكم هذا الكون، كيف سأفسر تماسك الكون وعدم انهياره؟ أنا لا أستطيع. القوانين الموجودة حاليا وعلى رأسها قانون التجاذب الكوني الذي يربط أجزاء الكون تماما، مثل عندما تضع مثلا في قالب، تضع كمية من الإسمنت، تضع فيه حديد، تضع فيه أي شيء، فيربط أجزاء هذا القالب مع الحديد مع الكذا ويصبح كتلة واحدة. هذا مفهوم الجاذبية، هي تربط أجزاء الكون، تمسكه هكذا لكي لا ينفلت وينهار على نفسه. هذا القانون له قيمة، له يعني له ثابت التجاذب الكوني موجود، وقيمة القوة الجاذبية محسوبة، نستطيع أن نحسبها بسهولة، وهي كتلة الجسم الأول مضروبة في كتلة الجسم الثاني على مربع المسافة بينهما مضروبة في ثابت التجاذب الكوني. إذن بما أننا وضعنا قانون ونستطيع من خلاله حساب هذه القوة، وبالفعل نحن نرى أن الكون لا ينهار، فيجب أن نقتنع بأن هذا القانون صحيح، وإلا لو كان خاطئ ما هو البديل؟ لا يوجد. وهذا القانون يفسر آية في القرآن أو مجموعة آيات. إحدى هذه الآيات الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يستطيع أحد أن يمسكهما من بعد الله سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل يمسك هذا الكون بقوانين، يسخر قوانين يمسك هذا الكون، تماما مثل أيها الإنسان يسخر لك قوانين للرزق. إذا أراد أن يرزق إنسان ليس عشوائيا، يسخر له عملا في الخارج فيجني المال. أراد لإنسان مثلا أن يموت، يهيئ له سببا لهذا الموت، مرض أو غير ذلك فيموت، وإلا هو المرض ليس هو يعني ليس هو مسبب الموت، هو سبب، هو حدث يحدث يترافق مع الموت. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهب لإنسان علم، يهيئ له أسباب العلم. القضية ليست عشوائية أيها الأحبة. فالله عز وجل عندما أمسك أو هيأ لهذا الكون من يمنعه من الانهيار، وضع قانون اسمه قانون التجاذب الكوني، الذي هو يمسك هذا الكون. فعندما ننظر إلى السماء مثلا نرى آلاف النجوم، نجوم كثيرة جدا موجودة في الكون. طيب كيف تتماسك؟ كيف تجري والنجوم مسخرات بأمره؟ والله تعالى يقول عن النجوم: كل يجري لأجل مسمى. كيف تجري هذه النجوم؟ يجب أن نفهم إن جريان النجوم، هناك بحث يقول إن النجوم أيضا تتحرك حركة هبوطا وصعودا تشبه حركة الشمس. جريان هي هو جريان حقيقي يشبه موجة البحر. في الكون لا يوجد دوران هكذا أيها الأحبة، لا. هذا الدوران الذي نراه نحن هو حركة ظاهرية فقط، أما إذا خرجنا خارج المجرة نرى بأن أرضنا لا تدور، لا نراها تدور أيها الأحبة، نراها تتحرك حركة لولبية تشبه حركة الطائر. لذلك الله تعالى قال: ألم نجعل الأرض كفاتا. ما معنى كفاتا؟ العرب كانت تقول كفت الطائر، أي أسرع وتقلب في طيرانه. بالفعل الأرض لها حركة تشبه حركة الطائر الذي يتقلب هكذا صعودا وهبوطا. إذن أيها الأحبة، هذا التعقيد الهائل في الكون
هناك قانون يفسر، نستطيع من خلاله أن نحسب قيمة سرعة هذه النجوم، قيمة التوسع الكوني، قيمة متى سيحدث كسوف للشمس مثلا، كيف نحسب كسوف الشمس بعد سنة مثلا، نحسبه من خلال مدار الأرض حول الشمس ومدار القمر حول الأرض. وهناك سرعة محددة للأرض وسرعة محددة للقمر، وبالتالي نستطيع أن نعرف متى سيقع القمر والأرض على صف واحد في مواجهة الشمس. يعني الشمس تكون هكذا، هنا الشمس ونحن نقف هنا على الأرض، والقمر يقف أين؟ في مواجهة الشمس هكذا، فيحجب ضوء الشمس عنا فتحدث ظاهرة الكسوف، التي يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون أن هذه الظاهرة تدل على موت زعيم. فلما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الناس وقالوا كسفت الشمس، وتصادف ذلك مع كسوف الشمس، وقد ثبت علميا على فكرة، يعني تصادف مع كسوف الشمس أن يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه إبراهيم في نفس اليوم أو في نفس التوقيت تقريبا. فماذا قال لهم النبي؟ كان من الممكن أن يقول لهم النبي نعم كسفت الشمس لموت ابني، لأنني أنا إنسان عظيم، بكل بساطة، لو كان يريد أن يكذب أو يخدعهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي قال إن الشمس والقمر آيتان آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك يعني لا تنظروا، لأن النظر إلى الكسوف يمكن أن يحدث عمى مؤقت وجروح في قرنية العين، وخطير بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وحتى الأشعة تحت الحمراء خطيرة يعني على العين. فالنبي أراد أن يبعدهم، قال فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، يعني أهربوا، التجئوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة، وابتعدوا عن النظر للكسوف. انظروا هذا النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. فكيف علم النبي؟ لو كانت القضية عشوائية أيها الأحبة، تحدث الكسوف عشوائي والكذا عشوائي والظواهر عشوائية، كيف تمكن العلماء من هذه الحسابات؟ إذن بما أن العلماء يستطيعون حساب الكسوف بدقة، ونحن نرى ذلك وننتظره، عندما يعلنون أنه بعد شهر مثلا في اليوم كذا في الدقيقة كذا سيحدث كسوف، ويكون كليا في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة البرازيل أو في منطقة كذا، هذا الأمر ينبغي أن يعني نفتح أذهاننا وأن نعتقد أن القوانين هذه الكونية صحيحة. وكما قلت لكم أيها الأحبة، علماء التطور يخدعون الناس، صح، وكالة ناسا تخفي معلومات عن الناس وتخدعهم في أشياء كثيرة، ولكن هذه قوانين كونية موجودة قبل أن توجد وكالة ناسا بمئات السنين، لذلك لا يخدعكم أحد ويقول لكم هو يريد أن يضلكم عندما يقول أن الأرض مسطحة وهكذا، يعني قرص، وهذا القرص على ماذا يتكئ، على ماذا يقوم، طيب ماذا يوجد تحت، ماذا يوجد في الأطراف، طيب هندسيا لا, لا, لا ينضبط هذا القرص من الناحية الهندسية، يعني لا يتوازن، كيف يتوازن؟ فكل هذا أيها الأحبة ليس له أي أساس. نريد أن نبتعد عن الخرافات وأن يعني نرتقي بعلمنا إلى المستوى الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. يعني مثلا أنا عندي أيها الأحبة الأرض تجذب إليها الناس، لأن الأكبر هو الذي يجذب الأصغر، لأن قانون الجاذبية ماذا يقول أيها الأحبة؟ يقول إن قوة الجاذبية تتعلق بكتلة الجسمين، فالجسم الأكبر تكون جاذبيتها أكبر، فالأرض كبيرة جدا فجاذبيتها أكبر مني بمليارات المرات، لأنها أكبر بكثير. قوة الجاذبية أنا لشخص، قوة الجاذبية على القمر قليلة، الكواكب التي أكبر من الأرض
مثل المشتري مثلا، قوة الجاذبية أكبر من الأرض بكثير. قوة جاذبية الشمس التي تساوي كتلتها أكبر ب99% من كتلة الكواكب، على فكرة يعني الكواكب كلها كتلتها تقريبا أقل من 1% من كتلة الشمس. الشمس عملاقة، قطرها 1,000,000 كيلومتر. هذه الشمس بما أنها كبيرة جدا 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 أيها الأحباء، تجذب إليها كل الكواكب وتجعلها تدور تماما، مثل أنت إذا أمسكت بحجر وعلقته بحبل وبدأت تلفه هكذا فيبقى معلقا، فالحبل هذا هو قوة الجاذبية. والدفعة التي تعطيها أنت، العزم الذي تحدثه بيدك أثناء تدوير هذا الحبل، هو الذي يحافظ على الحجر بحيث أنه يلف حولك لا ينفلت. فقوة الجاذبية هذه هي التي تجعل الكواكب تدور حول الشمس. رأيتم أيها الأحبة، لأن الشمس كبيرة جدا، 1,000,000 كيلومتر. طيب حسب حسابات الأرض المسطحة الشمس يعتبرونها صغيرة. طيب هذه الشمس كيف ستمد الأرض بهذه الطاقة الهائلة جدا طيلة ملايين السنين دون أن تنفذ؟ من أين تأتي بالطاقة؟ لا يجيبون. نحن اليوم لدينا حسابات دقيقة، نستطيع أن نعلم كمية الوقود النووي الهيدروجيني، كم ذرة تندمج مع بعضها كل ثانية، كم 1,000,000 طن تحرق الشمس من الوقود النووي الهيدروجين الذي يندمج مع بعضه وينتج عنصر أثقل هو الهيليوم. نستطيع أن نعلم كم 1,000,000 طن كل ثانية تبث. فحتى تبث وتحرق هذه الكمية الهائلة جدا، مليارات الأطنان، ينبغي أن يكون قطرها على الأقل 1,000,000 كيلومتر، وينبغي أن يكون وزنها أثقل من الأرض بأكثر من 300,000 مرة وأكثر يعني. طبعا هذا الأمر أيها الأحبة يجعلنا نعتقد أن الشمس هي الأثقل تجذب الأرض، الأرض هي الأثقل تجذب القمر لأنه أصغر منها، وهكذا منظومة كونية متكاملة، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا يمكن لها، نحن نرى النجوم تدور، نراها تدور بعيننا، تدور حول الأرض، ولكن هل هي تدور فعلا؟ لا. ما الذي يجعلها تدور؟ كل هذه المجرات والنجوم تدور هكذا ونحن نراها. الأفضل والأيسر أن نقول إن الأرض هي التي تدور، وهذه النجوم البعيدة أيضا تجري وتتحرك، ولكن نحن لا نرى حركتها بسبب المسافات الكبيرة جدا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة، الموضوع طويل نوعا ما، لذلك نحتاج إلى حلقة قادمة إن شاء الله نستكمل حديثنا عن الشمس والقمر والأرض الكروية التي تدور وتلف وتتحرك مثل الطائر. سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله، انتظرونا في لقاء قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور القرآن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.